كمان مجلس النواب كان بيناقش مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، إيرادات الصندوق وكيفية توجيهها للنهوض بقطاع السياحة. ست النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب وعدد من النواب أثنوا على هذا الموضوع، وخلال المناقشة على فكرة ضم صناديق السياحة في صندوق واحد. تعالوا نشوف تقرير ونعود ونتواصل مع حضرتكم. سيد النائب محمد أبو العنين وكيل المجلس. شكرا سيادة الرئيس. الحقيقة يعني كل تقدير واحترام للجنة الموقرة على التقرير وعلى الفكرة نفسها، ان احنا بنضم ثلاث صناديق، صندوق منهم بقاله 60 سنة والتاني بقاله 40 سنة وما فيش اي نتيجة منهم. وجود هذه الصناديق في صندوق واحد بالتأكيد في رسالة مهمة جدا، وخصوصا اللي استوقفني فيها هذه الرسالة انه 50% من الايراد اللي هيتجمع هيوجه لعمل حملات اعلامية تروج السياحة في مصر. وده البيت القصيد بقى. موضوع الحقيقة ان من سنة 2010 لغاية النهاردة ما فيش اي حملة اعلامية على مستوى العالم طلعت من مصر، وده الحقيقة خطر، لان احنا عندنا ثروات اثرية كبيرة وعندنا امكانيات مش موجودة لدى اي دولة في العالم. ان الاوائل ان احنا النهاردة نهاجم القنوات التلفزيونية ونهاجم السوشيال ميديا في كل بلاد العالم شرقه وغربه، ونقول احنا عندنا ايه وايه التطور اللي حصل في مصر. ده بيعمل ايمج جديد لمصر وبيعمل ايمج جديد للحضارة المصرية القديمة والحديثة ايضا. انا الحقيقة سعيد بده، وسعيد انه يشترط انه 50% يكون موجه لحملات اعلامية وتنشيطية وللتنمية الصحية بصفة عامة. الحقيقة انا موافق بحيث المبدأ على القانون، وعايز اقول بقى نداء بالنسبة للحكومة بصفة عامة ان كل الفكرة نفسها دي هتبقى مكررة في كثير من الوزارات. ارجو بقى في نظام الادارة الرشيدة والحوكمة ان احنا نعيد ترتيب الامور في الداخل، ونشوف كل الحشو اللي موجود اللي ملوش لزوم واللي بيمثل اعباء على الدولة واللي بيمثل وقت وجهد مبذول كبير ملوش اي قيمة، ان احنا ننقي هذا الموضوع. سيادة الرئيس ده بالتأكيد هيعمل ايرادات جديدة، والايرادات الجديدة دي هتخفف العبء عن موازنة الدولة والمتطلبات اللي ممكن وزارة الاثار والسياحة انها تطلبها باستمرار. انا حقيقة سعيد بيه، وبقول مرة اخرى انه عاوزين ننظم نفسنا اعلاميا على مستوى العالم بحملات مدروسة بيقوم بها ناس متخصصين على مستوى العالم لهم وزن ثقة كبير، بحيث ان احنا نقدم رسالتنا الحضارية بعمق وبثقة وبأمان للعالم كله. وشكرا سيادة الرئيس. شكرا سيد النائب مجدي ملك. شكرا سيادة الرئيس. في الحقيقة مشروع القانون يأتي متوافق ومتناسق ومتناغم مع جهود الدولة المصرية في استعادة بريق آثارنا ودفع عجلة التنمية في قطاع السياحة. عايزين نتكلم بمنتهى الموضوعية أن دمج وزارتي السياحة والآثار يصب في المصلحة العامة لنمو هذا القطاع، لأن التشابك أدى إلى تراجع ما تملكه الدولة المصرية من مقومات حقيقية في هذا القطاع خلال السنوات الخمسين الماضية. شفنا إلى أي مدى أن هذا القطاع أداؤه لا يرتقي إلى ما تملكه الدولة المصرية. ويمكن أنا النهاردة بأكد وبنقل صوت المواطن المصري والشعب المصري، بقوله شكرا يا ريس على ما تقدمه لنمو هذا القطاع من استعادة البريق في صورة اكتشافات جديدة وتطوير لهذا القطاع ونمو. نأمل أن يكتمل على يد السيد الوزير النشيط الدكتور خالد العناني. كل التحية وكل التقدير لهذا القطاع وكل التمنيات بالتوفيق لكم جميعا. سيدة النائبة أياد الحداد. شكرا سيادة الرئيس. طبعا أوافق على مشروع القانون، خاصة أن السياحة تعتبر مصدر من مصادر الدخل القومي، بخلاف ان احنا اللي يزور اي دولة في العالم يلاقي ان هم يملكوا 1% من الاثار اللي عندنا، بس عارفين كويس قوي يروجوا عندهم فكرة الترويج للاثار التي يمتلكونها. احنا عندنا ثلثي اثار العالم ومع ذلك نفتقد عنصر الترويج. ف
فأتمنى بعد الموافقة على مشروع هذا القانون بإنشاء الصندوق أن يتم، عايزين نشوف الأيام اللي جاية ترويج كويس جدا للأماكن التاريخية والأثرية. بشوف مناطق في القاهرة القديمة للأسف هي مناطق أثرية وتاريخية بس في منتهى السوء، مش عارفة ليه مفيش حتى ترويج لأهمية الآثار أو معرفة الأماكن التاريخية وعي الشعب بيها. فده بيقع على دور برضو وزارة الإعلام والثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة، لأن شفنا كذا دولة بتعرف كويس قوي تروج للأماكن التاريخية والأثرية عندها من خلال الدراما. إحنا عندنا بعض الدراما بتروج للأسف أماكن تكاد تكون دلوقتي اختفت كالعشوائيات. فأوافق على مشروع هذا القانون. شكرا. بشكر حضرتك يا ريس على منح الكلمة. خليني بس أقول إن أنا في البداية بالتأكيد أوافق على مشروع القانون حيث المبدأ. مشروع القانون محترم، بشكر اللجنة المشتركة بالتأكيد والسيدة المقررة على عرض هذا المشروع أو مشروع القانون. خليني أقول إنه قطاع السياحة يمكن هو أحد القطاعات الحساسة جدا، قطاعات تتأثر بشكل كبير بكل ما يحيطها إذا كان في الدولة ولكن كمان لو نقدر نقول في العالم أجمع. أعتقد أنه العملية في هذا القطاع أنا بالنسبة لي الحاجة الرئيسية أو الشأن الرئيسي اللي نتكلم فيه هم فينهم مننا، يعني فينهم من تفكيرنا. طيب عشان كده يمكن أنا بوافق عليه، ولكن حابة أن أنا أسمع من السيدة المقررة العاملين في قطاع السياحة. اتكلمنا فيهم في اللجنة، طب لما اتكلمنا فيهم ايه كان المردود؟ بشكركم، شكرا جزيلا.